خلينا نروح للدقيقة 8. يلا. هنا الكرة بتترفع. ياسر إبراهيم تقريبا ملاصق للاعب المهاجم. جدا جدا جدا. شوف هنا اللاعب يوطي. المسافة قريبة ومش هتكلم في المسافة ولكن هتكلم هنا. هو الكرة جت في الإيد؟ أه جت في الإيد. ولكن يا جماعة عايز أقول حاجة مهمة. مش كل الكرة لما بتيجي في الإيد يا كابتن عادل تحتسب. طب إمتى تحتسب؟ عندنا المعايير اللي احنا بنتكلم دايما فيها. هل الايد هنا هي اولا اللاعب هنا بيحاول يشيل ايديه من الكوره، بيحاول يشيل ايد الكوره، هل الايد هنا كبرت حجم الجسم يا كابتن؟ هل الايد هي راحت للكوره؟ مهم جدا الكلام ده. انا ياسر ابراهيم انا ايدي راحت للكوره؟ هل انا متعمد؟ ولكن انا هنا ياسر ابراهيم بيحاول يشيل ايده من الكوره، وايضا لما بتيجي الكوره هنا هذا الوضع الطبيعي لايد اللاعب. وهنا كان قرار البنا باستمرار اللعب كان قرار صحيح طبقا لمعايير احتساب مخالفه لعب الكره باليد. كابتن ما احنا كان لينا واحده الماتش اللي فات وقلنا لا هسقفلك هسقفلك يا كابتن وائل. كابتن بلال واحده قلنا لا مش بنالتي. ماشي احنا بس نخلص من دي. اذا هنا انا يا كابتن وائل هذه لعبه تقديريه والحكم هنا امر باستمرار اللعب. حضرتك بتجيب البنا ليه؟ بتجيب البنا ليه في الحاله دي؟ حضرتك بتجيب ليه البنا في الحاله دي؟ نعمل لغط الحاله. إذن هنا مفيش ركله جزاء هنا. لا ستوب ستوب معلش معلش سامحني. يبقى هنا كابتن البنا بقول انا بحيي قرار البنا. حكم موهوب عنده ثقه وعنده شخصيه تحكيميه. الفار هنا لم يؤثر في قرار البنا. كان قرار البنا كان قرار صحيح. عشان بنقول استوديو التحليل كابتن اسامه محترم وعادل هروح مع كابتن بلال في حاجه مهمه جدا. هات لنا لعبه الاهلي وبيراميدز اللي احنا قلنا هنا وكابتن شريف كان قال لي هنا الايد بردك نفس الشيء طالعه. البنا رد عليا النهارده ولينا ركله جزاء وانا من هنا قلت ايه؟ نفس الشيء. يلا انا قلت ايه يا كابتن؟ هي واحده بالظبط. قلت هذا وضع ايد طبيعي صح. وان هنا قرار الحكم كان قرار صحيح. نفس المعيار اللي احنا قلنا ان هنا مفيش مخالفه هو نفس المعيار اللي احنا قلنا لعبه ياسر ابراهيم مفيش مخالفه. وانا هنا يعني انا سعيد ان اقول الكلام ده ليه؟ لان احنا ما عندناش اختلاف في المعايير يا كابتن عادل صح. دي هنا الحكم شيمون ما حسبش والفار اكد على القرار. ونفس الحاله بتاعت ياسر ابراهيم ان البنا ما حسبش ولكن الفار تدخل بالقرار. اللعبتين هنا مفيش هنا مخالفه لمس الكره بايد نتيجه افتقاد المعايير. الايد لم تذهب، الايد لم تكبر حجم الجسم. حبيت اعمل مقارنه لان اللعبتين دولت مهمين جدا جدا.